هل السحور مهم ولا ممكن نستغنى عنه؟ ناس كتير بتشوف إن هي لما تبطل تتسحر إنها هتخس، وإن عدم السحور هيساعد في نزول الوزن. لا، أنا السحور وجبة أساسية مهمة. السحور بيمنع إن الجسم يكسر كتلة عضلية بعد ما نبتدي فترة الإمساك عن الطعام، وبعد كده قد الفجر مفيش أكل لحد المغرب تاني يوم. الفترة دي كل ما أخر السحور وكل ما يبقى عندي سحور ولكن مش سحور تقيل، بيأخر تكسير الكتلة العضلية زي ما قلت لحضرتك. وإحنا صايمين المخ، كرات الدم الحمراء لا تحيا من غير سكر، هنجيبه منين؟ لازم اصنع منين؟ لازم اكسر في كتله عضليه زي ما قلت لحضرتك، ويطلع اللاكتيت والجليسرول والحاجات دي. فعشان امنع هذا الموضوع امد المخ فتره طويله على قد ما اقدر وما يلجاش للمخزون اللي جوه الجسم، فبناكل وجبه السحور. ولكن وجبه السحور اللي فيها نشا عالي سكريات عاليه هي وجبه خطيره جدا ومؤذيه جدا، لانها في الاول هتخلي ان هذا الجسم طول النهار شغال على السكر كمصدر طاقه، فاجي على نص النهار خلاص انا خلصت كده. ايه مكونات وجبة السحور اللي تساعدني من غير ما تزود وزني؟ الياف زي الخيار والطماطم. 2، بروتين زي الجبنه والزبادي والبيض والفول. ممكن اكل جبنة مع بطيخ؟ ممكن طبعا. و3 هي السلطه. فممكن الجزء بتاع ان انا باخد الجزء بتاع البطيخ ده بعتبره الياف، بس البطيخ من الحاجات اللي هي عندها قدرة على رفع يعني الانسولين، فلازم الكمية بتاعتها تبقى معتدلة، يعني ما افتحش في الكمية طالما ان انا ادخل معاها بروتين يعني. فانا هاخد بطيخ وجبنة، دي وجبة جميلة جدا. هاخد فول، بس لو خدت فول اقلل العيش شوية، لان الفول بنعتبره بروتين وكليه كربوهيدرات عالية. الجبنة والبطيخ معاهم عيش ولا من غير عيش؟ ممكن على حسب انا ادائي ايه في الفطار، هل انا كنت واكل كميات اخبارها ايه نشويات في الفطار. لو انا كنت مقلل كميه النشويات في الفطار والسناك بتاعي كان فاكهه ما كانش حلويات، طبعا اكل عيش. هي في الاخر كميه انا حسبت كميتي ازاي، يومي ماشي ازاي، كميه كامله. طيب المشروبات بتاعت رمضان، احنا طول الوقت على السفرة، طب هندي، ممكن عرقسوس، كركديه، قمر الدين. في ناس بتبتدي انها الخشاف، في ناس بتبتدي الفطار بالحاجات اللي ايوه فيها سكر عالي. تمام. بص حضرتك، احنا المشروبات بنعتبرها اكنك كلتي نشويات وشربتي او خدتي حلويات، دي اول حاجه يعني، ده جزء من الوجبه محسوبه في الاخر، هي حسبه انا دخلت قد ايه، دخل لي قد ايه في الجسم، حسبه. اديك مثلا في حاجات طبعا عليها كلام. احنا مثلا العرق اسوس ما ياخدوش الناس اللي عندهم ارتفاع في الضغط، لان العرق اسوس بيمنع تكسير الكورتيزون وبالتالي البوتاسيوم ينخفض فالضغط يرتفع، يحصل كرامبات، يحصل ضربات قلب. فاللي عنده الحاجات دي خلي باله من عرق سوس، ولكن عرق سوس كان بيتقال عليه شفا وخمير ليه؟ عشان حلو للمعده. فله وعليه. انما هو مشروب بعتبره ايه؟ مشروب فيه طاقه، ما اقدرش اقول ده مش ميه داخلاني. نمره 2، الكركديه. الناس اللي خدوا كركديه من اسبوعين لسبعة ايام لقوا ضغطهم بينزل. اذا هو فعلا بعد اسبوعين لسبعة اسابيع قصدي بينزل الضغط. ولكن في الاخر هو الكركديه مش ميه، بحسبه هعمله بسكر ايه، سكر ابيض ولا سكر الدايت، تفرق طريقه استخدامي للسكر بيفرق في المشروب نفسه. فهو مشروب ما اعتبروش ميه، بعتبره زي الفاكهه او العصاير. عندنا مثلا مشروب التمر هندي ما بيرفعش السكر وفيه فيتامين سي وفيه فيتامين اي وفيه الياف، ولكن تمر هندي الناس اللي بياخدوا اسبرين نقول لهم خلي بالكم مع التمر الهندي عشان ممكن يزود النزيف. الخروب طبعا والسوبيا دي مشروبات عالية السعرات ومكثفة السعرات، مفيش حاجة اسمها أنا قاعد كده أشرب طب أنا كنت واكل إيه النهاردة. يعني الفكرة إن أنا أكون مركز حاسب حساباتي، عارف هاكل إيه وعارف هنظم يومي إزاي عشان آخد كل حاجة.